سين جيم. ما هو السبب الرئيسي لمقتل الرئيس السادات؟ رئيس السادات رحمه الله قتل بأيدي المتطرفين الإرهابيين، اغتالوه في يوم نصره في يوم 6 أكتوبر 1981. ده السبب الرئيسي، ولكنه لا يوجد لا سبب ثانوي ولا سبب رئيسي يؤدي أبدا إلى عنف وتطرف واغتيال. هذا أمر مرفوض منبوذ بكل المقاييس، مهما كانت الآراء في أداء وفي سياسة أي شخصية سياسية على مدى تاريخ مصر وعلى مدى مستقبلها أيضا، فلا يمكن أن يكون العنف بابا للتغيير. ولا بد أن نفهم جيدا أن هذا التمجيد الذي يديره ويقوده ويقوله ويردده ويروجه بعضنا في أعمال فنية أو في كتابات سياسية أو في ذكريات تاريخية أو حتى في مناهج التاريخ والتربية الوطنية في مدارسنا، هذا عنف ممجوج. لما حد يمجد في اغتيال أمير عثمان ما قبل ثورة يوليو أو يمجد في اغتيال أي زعامة سياسية، هذا أمر مرفوض تماما. لا يوجد على الإطلاق أي سبب ولا أي مبرر ولا أي دافع يسمح لبني آدم أصلا بقبول فكرة الاغتيال، ما بالك بقى بتنفيذها. سين، هل المنوفي لا يلوفي؟ الحقيقة السؤال ده سؤال وجيه ومتكرر، وباعتباري منوفي أقدر أقول لكم أن المنوفي يلوفي بالمناسبة. لكن هو جيب مسألة دي منين؟ المنوفية يا جماعة أصغر مساحة زراعة فيك يا مصر، مساحة زراعية فيها محدودة للغاية، فعشان كده سكانها وأهلها لا يملكون أرضا زراعية تكفيهم، فكانت المحافظة الأولى من حيث التعليم، هي المحافظة الأولى من حيث محو الأمية. يعني هتلاقي نسبة الأمية في المنوفية أضعف نسبة فيك يا مصر، وهتلاقي نسبة التعليم في المنوفية أعلى نسبة تعليم فيك يا مصر. ليه؟ لأنه رزق، لأنه باب الرزق. فضل هتلاقي أكتر نسبة مجندين أو متطوعين يعني للجيش المصري هتلاقيهم من المنوفية. ليه؟ لأن المحافظة دي بيئة نقول عليها يعني جغرافيا بيئة طاردة. ليه؟ لأنها بيئة مغلقة في أرضها الزراعية على عدد محدود، فالناس عشان تتطور وتعيش ويحصلها حراك اجتماعي كان عندها لإما الجيش لإما التعليم، ومن ثم بقى عندها حرص في التواجد في الوظيفة الحكومية، ومن ثم بقى في عندها حرص شديد في التمسك بكرسي الوظيفة والشغلانة اللي هو بيشتغل فيها، فيبقى طموح قوي وحريص قوي ومتحمس جدا ويدافع عن وظيفته وساعي للحفاظ عليها. فكل ده خلق له ايه؟ حساسيات وعداوات مع الاخرين اللي بيروا واحد مجتهد زياده عن اللزوم، محافظ زياده عن اللزوم على الكرسي، مش حاطط بايده وسنانه ماسك في الوظيفه. الناس مش واخده باله ان البديل صفر، ده اللي هيلاقي ارض يرويها ولا يزرعها ولا محصول يجيء خالص. ومن هنا جه فكره حرص المواطن المنوفي على وظيفته وعلى الترقي، فأصبح الأمر وكأنه المنوفي لا يلوفي، مع أنه يلوفي فعلا جدا يعني، بدليل أن معظم قيادات مصر منوفية. طب لو ما كانوش المنايفة تلوف إزاي كانت قاعدة على كراسيها دلوقتي؟ سين، من هو رفاعة الطهطاوي؟ جيم، رفاعة الطهطاوي كما نعلم جميعا كان واحد من الدعاة والآئمة اللي أوفدهم محمد علي باشا الكبير بترشيح من الشيخ حسن العطار لبعثة في فرنسا للمتعلمين الطلبة المصريين اللي طلعهم محمد علي عشان يتعلموا، فخرج معهم إمام للصلاة والوعظ يخطب فيهم ويصلي بهم الجمعة ويأمهم في الصلاة، هو رفاعة الطهطاوي. فإذا برفاعة الطهطاوي ده إمام الصلاة يصبح هو أكثرهم تنورا وأكثرهم علما وأكثرهم علاقة بالحضارة الغربية، ويرجع يكتب لنا كتابه العظيم الشهير تخليص الإبريز في تلخيص باريس. وتخليص الإبريز ده يعني إخراج الذهب في تلخيص باريس، باريس دي طبعا باريس، ويبقى متعلم الفرنسية ويترجم ترجمات كبيرة جدا، ويبقى هو أشهر واحد في البعثة اللي حد جاب سيرة اسم حد من البعثة التعليمية اللي كان إمامها وواعظها رفاعة الطهطاوي؟ لا، مين اللي فضل فيهم اسما وعلما ورمزا؟ رفاعة الطهطاوي.